هو اوقات لما الشغله تكون بدك تتبهدلي بتكون راكبه يعني من الاول للاخر. هيدا الضيف يعني حدا كثير محترم وبهيج اللي يعني معذبه حتى يجي لانه في شغل وفي في هيك ثاقبت هو فايت. نحن عندنا هيك مثل مسافه قبل ما توصل على البيت وانا بحب العب بسيكلات كثير بقى سيارته مثل سياره سلفه خيو لبهيج الصغير. قام هو نازل وانا مركبه سبق معه بالسياره وصلت هيك وعم بيفتح باب السياره قلت له سبقتك. قام طلع في هيك قال لي الشيخ بهيج موجود. انا شو استحيت قلت له اهلين تفضل يعني. قال لك ما هيدي موشوشه من الاول يعني من برا. بقى دخل وكان في شغل يعني بينه وبين بهيج وانا جعت فسخنت الاكل اول مره. انا بس جوع بحوس ورجع برد وسخنت الاكل ثاني مره ورجع برد. أم قالت اف حدا لازم يساله بده ينام هون. البنت فاتت مثل ما سمعتها يعني قالت له فاتت على الصالون قالت له سير مدام منى از اسكينج ار يو بلانينج تو سبيند ذا نايت هير. بلاقي بهيج عن جد كان كثير محرج. بلاقي بهيج فايت على المطبخ عيونه ظهروا من وشه عرفت عيونه حمر هيك مبرومين وظاهرين من وشه وعم بيقول لي شو بعتي تسأله للزلمه يعني. بس الاشي الحلوه ببهيج يعني مثلا انا كنت استوعب هيدا الموقف دغري كنت جلدت حالي على سنين يعني عشيه قال لي خلص صارت ومش بقصدك يعني بياخذ الامور ببساطة بس بهدلنا يعني من الأول للآخر. السؤال رقم 34 من الشخصيات المهمة اللي تعرفت عليها بحياتك الراحل الكبير غسان تويني. كيف صار هالتعارف؟ أنا بكتب كنت عندي هدول القصائد اللي عملت منهم الكتاب وتعرفت على الفنانة الكبيرة منى بسيلي صحناوي وقلت لها انه انا كثير بهمني انه استاذ غسان تويني يقرا ويعطيني بس رايه فيدباك يعني يا اللي روح اعملي شيء ثاني مثل ما قال لي بابا بالنسبه للغناء يا اللي انه كيب جوينج يعني. بقى بعثت له اياه هون بتفاجئ انه بتدق لي وبتقول لي حبيبي شوفك. بقى رحت شفته وقعدنا وقال لي بتعرفي انك تكتبي مثل ابن عربي؟ وانا بوقتها ما كنت بعرف صراحه يعني كنت جاهله بابن عربي وبعدين عرفت يعني لمين عم بيشبهني وهيدي شهاده كبيره من الاستاذ غسان. وقد ما حبهم رجع كمان يعني عمل غدا سوا عزمها لمدام صحناوي مع مدامته وانا وتغدينا بالاشرفيه وشجعني اني كفي. وانا اصلا بحسها يعني هيدي شانس انك تشوفي شخص بهالكاليبر يعني بحياتك.